الباب الثالث، في الباب الثامن هنتكلم عن كيف ننشئ أول مضيوف لنا في الأوديو. لو جينا نشوف أول حاجة ما هو المضيوف، بنلقى المضيوف هو مصطلح ظهر في لغة بايثون، وهو برنامج بيكون فيه مجموعة من الدوال نحن بنحفظه بالامتداد دوت باي. مثلا لو أنا عايز أعمل مضيوف ماي مضيوف دوت باي، معناه ده موديول اسمه ماي موديول، الاكستنشن حقه الامتداد دوت باي، لانه يعني انه هو بايثون بروجرام، ويكون فيه كود معين. يعني مثلا انا ممكن يكون التطبيق حقي فيه مكون من 10 موديولز، كل موديول عنده مهمه معينه. طيب ميزه الموديول انك انت ممكن تستخدمه في اكثر من موديول ثاني تستدعيه بدون ما تعمل كوبي للكود. يعني انا عندي مثلا موديول اكس وعنده موديول واي، فلو دير استخدم موديول اكس داخل واي بعمل امبورت اكس داخل موديول واي في البداية، وبعد ذلك استخدم الحاجات والدوال الموجودة في موديول اكس عادي. زي ما هنشوف هنا المثال ده، مثلا انا هنا عندي في بايثون عندي موديول اسمه ماي موديول دوت باي، كتبت فيه السطرين دي اللي هو ديف جريتنج، دي دالة ديف في بايثون معناه عايز اعرف، دالة اسمها جريتنج، وعندها مدخل اسمه نيم، والبودي حق الدالة طبعا تعريف الدالة في البايثون بعمل نقطتين وبعد ذلك جسم الدالة. البودي بتاع الدالة فيه أمر واحد بيطبع كلمة هالو مع الحاجة الموجودة في المتغير نيم، فبتجي النيم بتمرر هنا. طلب ده السطرين ديل عملتهم في ملف سميته موديول دوت باي. جيت عندي موديول تاني عايز استخدم فيه الموديول دوت باي، في بداية الموديول الثاني بكتب import my module اسم الموديول ده. خلاص الآن ممكن استخدم الدالة دي داخل الموديول حقي عادي. كيف استخدامه؟ بكتب اسم الموديول اللي عملت له import اللي هو my module dot اسم الدالة، وأمر للدالة قيمة مثلا أشرف. فهنا طوالي بيحصل كل الدالة دي، وفي النيم ده بيتخزن أرشف، فحطبع الدالة print hello أشرف كده. كيف أنا أنشي مضيول وكيف استدعيه في مضيول تاني في البايثون؟ ونحن قلنا طبعا الأودي شغالة بالبايثون، فنحن لو عايزين نعمل مضيول حنمشي بنفس الطريقة دي في إنشاء المضيول. لكن ذكرنا حاجة تانية في معمارية MVC، إنه البايثون لما تنشي مضيول بيكون مبني على MVC، يعني بيكون فيه جزء مضيول نماذج و اللي هي عندي الفيو وعندي الكنترول الثلاثة دي. فلما تنشي موديول في اودو هو هيكون بطريقة البايثون، لكن الاستراكشر هتكون MVC. هينشئ لك فولدر، لازم يكون عندك فولدر داخل الموديول ده اسمه فيوز، بتعمل فيه البرامج اللي عندها علاقة بإصهار البيانات في الشاشة للمستخدم، وهتكون عندك فولدر مجلد اسمه مودلز داخل الموديول بتاعك، هيكون فيه البرامج اللي بتعامل مع الداتابيز، انشاء الداتابيز والتعامل معها، وعندك فولدر في الموديول اسمه كنترولرز بيتحكم فيه او بيربط بين المودلز والفيوز. فدي بنية الموديول. لو عايز اشوف الاستراكشر بتاعت الموديول او انشي موديول تلقائي بدون ما اتعب، عندي امر في اودو اسمه سكافولد. سكافولد بالانجليزي هذا SCA FFOLD scaffold. طيب الامر ده بستخدم وين؟ بفتح التيرمينال الطرفية بتاعتي واكون جوا الفولدر بتاع اودو عشان انا استدعي البرنامج اودو، واعمل run للاودو بين دوت سلاش اودو بين، معناه حنفذ الاودو بين مع كلمة scaffold ومعها اسم الموديول اللي عايز تنشئه، وبعده الدايركتري اللي عايز الموديول ينشا فيه، وين عايز الموديول يكون؟ يكون هنا في التارجت دايركتري. مثلا لو انا عايز انشي موديول اسمه ماي فيرست موديول، بكتب وانا جوا اودو بكتب في التيرمينال بكتب دوت سلاش اودو بين سكافولد ماي فيرست موديول، يفضل يكون بالسمول الاسم، وبعدين علامه التلدة دي معناها في الهوم دايركتري جوا الفولدر اودو عندي الفولدر كاستم. طبعا ننتبه انه الكاستم ده انا ما اخترته عبثا، وانما اخترته لانه عرفته
في الكونفيجريشن فايل هناك في الملف بتاع التهيئة في التثبيت عملت ادونز، عرفت للاودي انه انا الموديولز حقتي هعملها وين؟ هعملها في فولدر اسمه كاستم. لذلك اي موديول انت هتنشئه لازم يكون جوا كاستم، لو ما كان جوا كاستم الاودي ما هتعرفه ولا هتدور عليه ولا حد، الاودي هتبحث عن برامجك في الفولدر كاستم. ليه؟ لانه انا في الكونفيجريشن فايل وريت الاودي بين انه والله يا اخي نحن برامجنا هتكون في الفولدر كاستم الموجود جوا اودي. يبقى نحن ننتبه انه دائما لما تنشي موديول لازم يكون في الهوم دايركتوري جوا الفولدر اودو وجواه في فولدر اسمه كاستم حيكون الموديول، فحيكون جوا كاستم حينشا مجلد اسمه ماي فيرست موديول فيه كل الدايركتوريز والفايلز اللي بتكون الموديول بتاعنا. تلغاي سكافولد بتنشئ لي كل الفولدرز والملفات الاساسيه اللي بحتاجها انا في الموديول. طيب لو انت عايز عملي خلينا نشوف الشاشه دي. هنا لو فتحت التيرمينال وكتبت سيدي اودو بتكون الان انت جوا اودو، بتكتب الامر بتاع اودو بين سكافولد اسم ماي فيرست موديول والدايركتور اللي حينشا حيتم انشاء الموديول فيه. ولو دخلت في سي دي كاستم الان لان انا كتبت اودو كاستم انا جوا اودو بدخل جوا كاستم اللي موجود جوا اودو، وفي امر في لينكس اسمه تري. تري ده بديك المجلد بيعمل لك ليست للمحتوى مجلد بكل ما فيه من فولدرز وملفات. فلما تعمل تري ماي فيرست موديول اللي تم انشاؤه في كاستم فتري حتديك الشكل ده، يقول لك انه ماي فيرست موديول الفولدر ده فيه بالبلو دي مجلدات، فيه مجلد اسمه كنترولر، فيه ملفين، ملف اسمه كنترولرز دوت باي ده بايثون فايل بيعمل شنو؟ بيتحكم في التعامل مع العرض والنموذج. وعندك دائما اودو الانيش فايل حقه بيبدا اندرسكور 2 اندرسكور اندرسكور انيش بعدها اندرسكور اندرسكور دوت باي ده انيشال فايل بيعمل انيشاليزيشن للكنترول. لو قدرت تعمل تهيئه والكنترول يشتغل كيف كله بتعمله هنا. ايضا عمل لي مجلد السكافولد، عمل لي مجلد اسمه ديمو فيه ديمو دوت اكس ام ال. هنا الديمو ده داتا بتكون في شكل XML، وبرضو عندي initialize file بنفس الاسم، دائما الاسم بتاع initialize بيكون واحد لكن في فولدر مختلف. وعندي ايضا manifest.by برضو underscore underscore manifest underscore underscore.by. المانيفست فايل ده موجود في في my first module directory مباشرة، ملاحظ هنا ما جوا فولدر، ده ملف ومعاه تاني النيش فايل برضو زي بنفس الصيغة. الاثنين دي موجودات في الماي فيرست موديول دايركتوري مباشرة، دي المهمين الملفات دي. كل ملف من دي هتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد. ايضا تم انشاء فولدر اسمه موديلز للبرامج اللي بتعامل مع الداتابيز او مع الداتا، في برضو النيش فايل وفيه موديلز دوت باي. ممكن نستخدم الموديلز دوت باي ده اكتب فيه كلاسز تنشي تيبلز او تتعامل مع التيبلز او غيره من الكتب. ايضا عندنا مجلد اسمه سكيورتي، بعد تاني بالسكيورتي دائما المجلد ده بيكون الامتداد حقه سي اس اف سي اس في، وده بيكون فيه تعريفات السكيورتي والحمايه. وايضا في مجلد اسمه فيوز، الفيوز دائما بلقاه اكس ام ال امتداد لانه بيعرض البيانات، بيعرض لي مثلا ممكن يكون التمبلتس وممكن الفيوز دوت اكس ام ده بيعرض لك الحاجات على المتصفح. اذا عندي سكافولد انشات لي 5 مجلدات 5 دايركتوريز و10 ملفات، دي هي المكونات الاساسيه للموديول. سكافولد ثاني سكافولد هي اللي بتنشي كل الحاجات دي للغايه. طيب لو ما عايز استخدم سكافولد عندي طريقه ثانيه اللي هي استخدم انشئ الموديول يدويا. مثلا انا عايز كل الفولدر دي، كيف يدويا؟ بتدخل على الكاستم، دائما شغلي كله حيكون في الكاستم، اي موديول عايز تنشئه لازم يكون في الكاستم ما في غيره. فبتدخل في كاستم، لو عايز تعمل موديول بتنشئ فولدر باسم الموديول ميك دايركتوري اسمه ماي 2 ماي سكند موديول، حينشئ فولدر اسمه ماي سكند موديول. جوا بدخل جوا المجلد ده وبنشي دايركتوري للكنترولر، وفي النيش دايركتوري للمودلز، وفي ممكن ما اعمل فيه ملفات. لو عايز تنشي ملف تستخدم تاتش، تاتش المودل جواه هعمل النيش فايل بايثون، وهنا تاتش برضه هتعمل لي
نش فايل في الكنترولرز. هنا ميك دايركتري الفيوز، انشات الفيوز بميك دايركتري وتاتش بتنشيل الفايل جوا الفيو اسمه انيشاليزيشن فايل. هنا برضو تاتش بتعمل لي جوا الفيوز فيوز دوت اكس ام ال، ده مهم جدا بيعرض اللي قلنا الحاجه. وميك دايركتري للفولدر بتاع السكيورتي، ميك دايركتري الديمو، وبعد ذلك فيما بعد ممكن انشي باقي الملفات زي ما عايز. ولو برضو بعد ما انتهي لو رجعت سي دي نقطتين، رجعت من داخل الموديول للكاستم وقلت تري ماي سكند موديول، برضو بيديك الاستراكشر بتاعت السكند موديول اللي هي 5 دايركتريز و4 فايلز. وممكن فيما بعد تضيف اي ملفات تحتاجها في وقتها. ده طريقتين لانشاء الموديول في من خلال التيرمينال. وحاجه في درس ثاني هتكلم عن تفاصيل الموديول، الان كيف انشي موديولز بس فاضي. السكافولد طبعا بتنشيل الموديول، انا بفضل الطريقه دي لانه ما بتحتاج تعمل كل التفاصيل، لان تكتب بس كلمه سكافولد واسم الموديول والتارجت دايركت اللي هيتم انشاء الموديول فيه، ودي افضل طريقه بتنشيل كل الفايلات الاساسيه اللي بتحتاجها انت في الموديول. كده عرفنا كيف ننشي موديول، وللغايه في درس ثاني نشوف تفاصيل الموديول.